الأبطال، ومن أهم من عرف بهذا التناقض هم الشيرازيين، وقد عملوا بحيلة تحقيق الكتب القديمة. فالتحريف مفضوح لأنه في القرون الأولى إلى القرن الثامن لا وجود للمحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرازي وأخباري، منهج تدليس واستئكال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بسبب البعد الزمني عن عصر التشريع، وبسبب وجود الطواغيت على مر العصور والدهور، لم يسلم التاريخ الروائي من التحريف والتدليس والكذب على النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فعندما يريد المدلس أن يمرر رواية ما، فإنه يعمد إلى كل الأساليب الممكنة لتمريرها، فتراه يعارض العقل والمنطق واللغة والسنة، والمهم عنده فقط وفقط تمرير هذه الرواية وهذه الكذبة. فلو تتبعنا الفراغ الحاصل عند الأخبارية لتقبلهم كل الروايات في كل الكتب وذلك بسبب الفراغ الحاصل عندهم لأنهم يعتمدون عليها، فيخالفون العقل والمنطق في هذه الكتب والروايات المتعارضة والضعيفة والمجهولة والمكذوبة. لذلك نراهم يصدقون برواية الجنية التي نسبوا فعلها للإمام علي عليه السلام في قضية تزويج أم كلثوم وغيرها. ومن أهم من عرف بهذا التناقض هم الشيرازية، فقد عمدوا بحيلة تحقيق الكتب القديمة، فعمدوا إلى تحريفها بكل ما يتيسر لهم بأخذ أي رواية تفيد ما يدعون له من تقديس وغلو في المذهب الشيعي وتكفير للصحابة وأمهات المؤمنين، فكتبوا وفتحوا القنوات من أجل ترسيخ معتقدهم، وتقف خلفهم مؤسسات عالمية تريد النيل من الإسلام، فدلسوا وكذبوا وحرفوا في قضية خطيرة جدا كان ثمرتها القتل والاختلاف ومشروعية السب الفاحش وتفكك المسلمين فيما بينهم، وهي قضية المحسن المجهول الذي نسبوه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب زورا وبهتانا. فإذا كان هناك ولد اسمه محسن فأين هو؟ من هنا يبدأ الضخ الإعلامي الكاذب بأن المحسن قد أسقط بفعل الخليفة الثاني عندما هجم على الزهراء عليها السلام وعسرة الباب لها وإحراق البيت ومن ثم ضربها. وكل هذه الأمور تعلقت بوجود المحسن، وهكذا قاموا بالترويج لهذه الأكاذيب. فالتحريف مفضوح لأنه في القرون الأولى إلى القرن الثامن لا وجود للمحسن، فمن أين جاء بعد القرن الثامن؟ نعم، جاء بفعل فاعل ممن حرف بالكتب ودس فيها هذا الاسم. وسوف أذكر لكم باختصار بعض هذا التدليس المفضوح في كتاب الشيخ الطبرسي النافي لوجود المحسن. رأي الطبرسي: لقد تحدث الطبرسي في كتاب إعلام الورى فقال: الباب الخامس في ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعددهم وأسمائهم، وهم 27 ولدا ذكرا وأنثى، الحسن والحسين عليهم السلام، وزينب الكبرى وزينب الصغرى، والمكنات بأم كلثوم، أمهم فاطمة البتول عليه السلام سيدة نساء العالمين،
بنت سيد المرسلين صلوات الله عليهما، فلم يذكر المحسن، وعدم الذكر هنا يعني عدم وقوع خرافة العصرة والإسقاط وكل ما يترتب عليها، لكن عمدوا للتحريف والتدليس والمكر من أجل تمرير مآربهم الخبيثة بالنيل من آل البيت والصحابة عليهم السلام. فالطبرسي ذكر أولاد أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء عليها السلام، ولم يذكر المحسن وانتهى. ثم انتقل الكلام على أولاد الإمام علي من غير أولاد وبنات فاطمة عليهما السلام. بعدها دخل التحريف فنسبوا للطبرسي هذا الكلام. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة عليها السلام أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حمل محسنا، فعلى هذا يكون أولاده 28 ولدا والله أعلم. لذا فالمفروض أن هذا النص يأتي عندما ذكر أولاد علي من فاطمة عليهما السلام مباشرة، كون الطبرسي مما عرف عنه أنه كاتب ومؤرخ عالم باللغة وباختيار الألفاظ في مواضعها الصحيحة، ولا شك في طول الأمد والبعد عن عصره ووجود الطواغيت لا سيما دولة الضاعين المنحرفين، وهذا ما بينه السيد الأستاذ المحقق فقال فيها: ألف، الراجح أن الطبرسي لم يتطرق للمحسن لا من قريب ولا من بعيد، فتكون العبارة السابقة. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة عليها السلام أسقطت من أكاذيب منهج تدليس الشيرازي الأخباري الاستئكالي. عندما تم التحقيق في التاريخ الروائي من قبل السيد الأستاذ المحقق، فقد أثبت وبالدليل القاطع أنه لا وجود للمحسن، وبالملازمة فإنه يبطل القول بحادثة الإسقاط والعصرة والباب والمسمار. فهنا وجب على من يريد النقاش عليه أن يكون رده ضمن ما تم التحقيق فيه، وهو المؤلفات التي تم تداولها في النقاش حتى يتبين الصحيح من الخطأ، مع القول بعدم صحة كل الروايات فتتعين صحة البحث في هذه الروايات. لكن الغريب أن الشيرازية وأذنابهم ممن سار على نهجهم اتبعوا طريقا آخر في الرد، وهو يبين جهلهم وعدم معرفتهم وسوء أخلاقهم، فكان ردهم عبارة عن أمور، وهي: الأمر الأول إنكار ما تم طرحه في هذا النقاش عن طريق مخالفة الكلام وتكذيب الأستاذ المحقق فعندما قال السيد الأستاذ المحقق جاء في الكتب وعن طريق ذكر العلماء، كان رد المقابل أنه كذب، لأنهم ذكروا المحسن والحادثة لكن بدون دليل. بل لو رجعت للكتب ستجد كلام الأستاذ المحقق مطابق لما ورد في هذه الكتب. الأمر الثاني، تصدى العديد من الجهال السبابين بالسب الفاحش البذيء، حيث كان هذا الرد مكثفا جدا حتى ممن يرتدي العمامة، فقاموا بالسب والفحش في الكلام والاستهزاء، وهذه أخلاق بني أمية، أخلاق يزيد ومن على شاكلته. الأمر الثالث، الدعوة الكاذبة للمناظرة والنقاش، حيث تصدى بعض المعممين وقالوا نحن على استعداد للنقاش والمناظرة، لكن بمجرد أن تدخل عليهم وتبدأ بالنقاش معهم فسيكون الرد هو الحذف والحظر، وهذا أسلوب ماكر وخبيث ويبرهن على جهل وفراغ صاحبه. فهنا نقول لا يبقى إلا إن تحقيق السيد الأستاذ كان ولا زال تحقيقا صادقا ودقيقا يسعى من خلاله لتبيين الحق من الباطل، ليبين الدين الإسلامي الحقيقي عن الإسلام الزائف، وهذا طبعا لا يرضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب. إذن يجب على المسلم المؤمن أن يرجع لأهل الاختصاص
حتى لا يقع في المحذور. فالإسلام دين علم وتفكر ومعرفة، وليس دين جهل وظلام وانحراف وسب فاحش، بل دين الإسلام دين الأخلاق والعدل والوسطية. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.